The nominal capacity, this section, أو nominal strength capacity, إيش أنا أطلع؟ نفس الشكل اللي قبل شوي رسمتوني. بس راح أطلع ليش؟ راح أطلع البالانس كونديشن. راح أطلع بحيث يكون عندي الأكسيال فورس علينه وش راح يكون عندي قيمته؟ صفر. هذا أي إس داش 1520. ما؟ وهذه أي إس راح يكون 1520. أيضا راح يكون عندي راح يكون عندي هذا بوينت 003 سترين بالحديد بالخرسانة بمنطقة الكومبريشن إلى حد إيش؟ إلى حد النيوترال أكسس. حد النيوترال أكسس هذا راح يسمى إيش؟ راح يسمينه سي. وهون هذا راح يكون إيش؟ إي إس. هذا الإي إس هوني ما أعرف قيمته إيش قد. الله حتى الكاميرا اليوم ما واضحة. نعم دكتور. طيب بهالحالة ايش عندي؟ ايش عندي مجاهيل؟ هاي هسه اعرفها، عندي هاي هسه مجهولة، وعندي ايضا السترين الموجود بهالمكان هذا سترين داش مجهول ايضا. فلو ايش عندي الكومبريشن بلوك لو كان بهالشكل هذا، هذا بوينت 85 اف سي برايم، وهذا اي من هون الى اي هوني. هذه محصلته راح يعطينا ايش؟ راح يعطينا سي سي. وايضا عندي ايش؟ مثل ما قبل شويه حكينا سي تي مال رينفورسمنت. بالمقابل هون ايش عندي؟ عندي تي فقط. وهذه ايش قد اي اس؟ 1520. فلازم ايش اعمل؟ لازم اطلع السترين الموجود بهالمكان هذا. اشوف ايش خداته السترين. كيف اطلع السترين الموجود هذا؟ بدلاله اي هذا ممكن اعرفه. ممكن اعرف الدلاله هذا. فحتى اطلع السترين الموجود حديد بالكومبريشن على هاي المسافه، هاي المسافه ايش قد تنبقت اذا كانت هاي 60؟ راح يصير عندي السي ناقصا 60. واضح؟ راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لي 0.03 على السي. انا كانما بهالحاله ايش عملت؟ طلعت سي داش بدلاله سترين، عرفته بمجهول واحد. طيب اذا اريد اطلع الايش؟ اذا اريد اطلع الاف اس، ايش اسوي بالاف اس؟ اي داش في الاي، فلازم احتاج اضرب هذه في ايش؟ في المودلس او في الاسيستي. اللي هو 200 الف. ايش يطلع لنا؟ يصير عندي 600 مكان هذا. راح يصير عندي اف اس داش يساوي لنا 600 سي في سي ناقصا 6. طيب هاي الخطوة الأولى.
هسا نجي اش نشوف اش اكو عندي قوه. فشوف العزوم اش عندي، اش عندي عزوم داخليه حتى تعمل لي توازن. عندي هذا السي تي لازم ينضرب في هاي المسافه، السي اس ينضرب في هاي المسافه، والتي ينضرب في هاي المسافه. فبس راح ايش اسويهم حاله التوازن هاي، اذا اريد اطلع الايش المومنت. اما انا اريد اطلع الايش، اريد اطلع هذا السي، فاعطي ايش من سيجما اف واي يساوي لنا صفر، ممكن اطلع هاي القيم مالتي. فايش راح تكون عندي قيمه اي؟ تذكرون قبل ممكن نحسب اي، كنا نقول ايش، نقول اي اس في اف واي على 0.85 اف سي برايم في بي، تذكروا هاي مو صحيح؟ ها؟ اي نذكرها دكتور. بالدبل رينفورسمنت هذا القانون ما يمشي، اي ما هو اللي يمشي؟ يمشي اي هذا القانون اللي راح يكون عندي اي اس ناقصا اي اس داش في اف واي. في اف واي تمام؟ على 0.85 اف سي برايم في بي. ليش؟ لانه هون راح يكون دبل رينفورسمنت سكشن. هون بس راح ابسطها هذه اي اس اشني واي اس داش اشني. ف نجي لازم حتى بس اوزعها راح تكون عندي اي اس في اف واي ناقصا اي اس داش ما في اف واي في اف اس داش. ليش؟ لانه احتمال كان يصل الى مرحله اليض، احتمال ما كان وصل، يعتمد على السترين الموجود هون. احتمال كان وصل مثل قبل شويه من حسبناه طلع ايش قد 487، خلينا نستخدمه 414. ليش؟ لانه كان يتجاوز. هسه نحن ما نعرف بهاي المرحله كان يتجاوز او لا، فراح يكون بهالطريقه على 0.85 اف سي برايم في بي. خلينا نشوف. طبعا هاي الوسطين الطرفين راح تكون عندي 0.85 اف سي برايم في بي في اي، راح يساوي لنا اي اس 1520 في اف واي 414 ناقصا اي اس داش. ايش قدر اي اس داش؟ 1520 كذلك مضروب في ايش؟ مضروب في اف اس داش. اف اس داش منين نجيبها هي يعني نجيبها كلها هنا؟ اجيب احطها إيه هنا اللي هي راح تكون ايش قد 600 على سي في سي ناقصا 60. من هاي المعادلة ايش عندي مجهول؟ عندي هاي السي، هذا الاي ايضا احولها بدلالة سي اللي هي راح تكون عندي 0.85 في سي، راح تكون بس عندي مجهول السي. اطلع السي لانه هذا السي راح تكون عندي البالانس. هذا السي اللي هو السي كومبريشن راح يساوي لنا ايش؟ سي تي ناقصا ايش؟ تي. كانما اذا تضعون على الشكل ايش راح يكون؟ راح يكون عندي هذا نحو الاعلى ناقصا اي هذا التي راح يساوي لنا سي كومبريشن اللي هو من سيجما اف واي يساوي لنا صفر. طيب بس ابسطها هذه ايش راح تصير عندي؟ هذه 0.85 في 28 في 350 في اي، الاي راح تكون عندي ايش قد؟ 0.85 في سي يساوي لنا 1520 في 414 ناقصا 1520 على سي في 600 في قوس سي ناقصا 60 تمام. طيب بس نبسطها هذه، هذه ايش راح تعطينا؟ ونضربها في سي الكل، يعني هاي راح تصير معامل سي سكوير. يعني اذا شلنا هاي من هوني اشيلها هسه هذه من هوني
إذا شلت هذا من هوني هذا إيش راح يصير؟ راح يصير سي سكوير، وهون راح نخلي إيش؟ نخلي سي، واضح؟ إذا ضربنا في سي يعني هذه راح تروح، أوكي؟ فهذه راح تكون معامل سي سكوير، هذه راح تكون معامل سي سكوير. طيب هذا بس احسبوا لي معامل سي سكوير وحطوها بمخزن اي، ايش قد يطلع لنا معامل سي سكوير؟ دكتور الناتج لازم يطلع بس قيمة سي، مو بس هذه احسب لي هي ايش قد هذه؟ هذه 0.85 في 28 في 350 في 0.8 ايش قد يطلع؟ 7080.5. اوكي هذا اخزني لي بمخزن اي سي سكوير، اوكي تقسيم يساوي لنا هسه 1520 1520 في 414 قسمونه على هذا الرقم اللي خزنته بمخزن اي ثمانية بوينت سبعة وسبعين سي، أوكي ناقصا هسا 1520 في 600 612 ألف، إيه قسمونا على هذا المخزن أي دكتور سي سي طلع عندي 70.2 مليمتر آخر شيء. أوكي يعني هذا كله حسبتونه كامل يعني حسبتونه كامل. أوكي هذا بعد تحسبت الشباب كان حسبونه 70.2 ملي أي ملي ما عنده وفاس نحن المهم بسطون هذا هيطلع 70.2 ملي متر بالدستور طبعا يطلع معناته الأي أش قداته إذا طلع السي هالقد راح يصير عندنا 0.85 في 70.2 أش قد يساوي لنا 60.60 سي نجي نحسب اف اس اول شيء اف اس داش اشقد خلنا الاف اس داش يساوي لنا 600 على سي في سي ناقصا 60 اشقد راح يساوي لنا ف 600 ناقص على سي اشقد ذاتي 70.2 في قوس 70.2 ناقصا 60 اشقد يساوي لنا 87.2 132 وايش قد بوينت 500 كيلو نيوتن اوكي زين طيب هذا ايش قد راح يكون عندي راح يكون عندي 1520 في ايش قد 414 ايش قد يعطينا 629 هاي كان حسبنا 3.3 طلع عندي سيسي سيسي ايش راح تساوي لي ما من المعادله انت طلعت ايه 0.85 في 28 في اي اللي ايش قد حسبناه تقريبا 60 قلنا تمام في البي اللي هو 350 ايش قد يساوي لنا 499.8 كيلو نيوتن شوف معناته هذه 499
99.8. شوف هذا وهذا مجموعة مش قد يعطينا، المفروض يعطينا 629 حتى يعادل لنا هذا، حتى البي بالانس يطلع ايش قد البي علينا يطلع صفر. اعطانا والله نفس الجواب ايه بوينت يعني تقريبا زي اللي هو اوكي. شوف هذول الاثنين اذا عملنا سيجما اف واي يساوي لنا صفر، عندك ايش قد 499 زائد 132 0.5 629 فوق ال من يطلع 632 يعني. بقى اكو ارقام يعني قربناها، هذه ما 60 هذه يعني اقل من 60. 59 بوينت ايش كانت؟ 0.6 او 0.5 كانت، والله هاي 59.5 من الوقت عشان تفرق. استاذ بس السي سي ايش حسبناها؟ سرعة حسبناها 0.85 اف سي برايم في بي في دي، 0.85 في اف سي برايم في اي في بي. هاي ما تعرف فيها؟ يا دو بعد اشوف يعني. يصير 495 496. طيب هسه هذه بس تأكدنا منها انه هي 496 هنا. هسه ايش خسارة؟ 628.5 وهون عندنا 629، معناته البي ايش قداته هون البي عليها؟ هذول اثنين منح ولا على؟ نصف يا 628 تمام. مقابلها هون ايش قد اكون؟ معناته البي ايش قد؟ 629 صفر. اي معنى اي طيب هسه البي هون راح يساوي لنا صفر. ظل عندي منه الام نوت، نشوف الام ايش قد علينا؟ هذا من علينا. ناخذنا ورقه جديده. نرجع لها. سؤال طويل فيه. شوف. هاي الورقة رقم 4. شوف راح احسب المومنت ام نوت حول الايش؟ حول السنترويد. السنترويد راح يكون هالشكل. هذا ايش قداته؟ 132.5 صح؟ ويمه اكو قوة. هذا ايش قداته سي سي اللي حسبناها؟ 496. هاي المسافة من هون إلى هون إيش قداتي؟ 59.6 مو صحيح؟ هاي قيمة أي. زين هاي إيش قداتي؟ 60. وهون إيش قد عندي؟ 629. وهاي المسافة من هون إلى هون إيش قد؟ 60. ظلت عندي أسع. أريد أحسب هون بالسنترويد هذا المركز مع هذا الشكل. المركز على بعد إيش قد يكون؟ 300. فشوفوا ردوا لي أسأل أنتم هاي القيم، ومن هون أيضا أكو 300، هذه أيضا 300. هسه ردي راح يكون عندي 629 في إيش قد؟ في 60. في 300 ناقصا 60. 300 ناقص 60. هاي 60 هاي المسافة من هون لهون. فنحن نريد ايه هاي المسافة؟ هاي ايش قد؟ 240. زايد. شوف المومنت ايش عم يداور؟ 497. يداور بهالشكل هذا المومنت. لا صار وساع. هذا المومنت زايد زايد ايش عندي؟ عندي 132.5 في نفسه 300 ناقصا 60
هاي من هون إلى هوني 300 نشيل منه بس إيه هاي المسافة من هون يشرب 60 زائدا عندي إيه هذه ضلت هاي المسافة من هون إلى هوني إيش حدت 496 في هاي المسافة اللي بكون بقى إيش 300 ناقص على 2 300 ناقصا 59 أو أي على 2 59.6 على 2 إيش هذا يعطينا هذا M نوت طبعا هاي بالامتحان للسهوله ايش تعمل انت ايش تعمل بالامتحان للسهوله بس انتبه علي راح تعمل 629 زائد 132 للنص في 240 صح زائدا 496 في هذا الرقم يعني حتعسر يطلع 317.7 317.7 نقول نيوتن نقطه متر هسه في هذه اقل بيها عشان سكت صفر بيجي اذا هسه حددت لنا نقطه جديده في هذا الكير اللي هي هون هاي النقطه البي هذا لانه هذا البي البي بها ايش قد هذه راح تكون عندي 317 والبي بها صفر وعندي نقطه بها البي ايش قد ذاتي 2000 وايش كانت 2250 لا 6000 كانت 2200 كان 0 6000 و180 84 وهون نقطة أخرى اللي هي البلان كانت عندي 1673 ايش قد 260 2250 او 2200 واضح هذه افتهمناها شلون صارت هاي هاي النقطه اللي هي هسه راح تكون نومينال البي بيها ايش راح تكون بيها هي راح تكون بيها صفر وهذه راح تكون البالانس كونديشن هذه هذول القيم هالمكان هذا اذا رسمنا كيرف هذا اي شيء على هذا راح يكون تنشن كنترول واي مكان في هذا لحد ما يصل الى هون يفشل بالضغط راح يصير ايش كومبريشن كنترول يعني وهاي النقطه اللي حكينا عليها انا حرجع ارسمها لكم كثير عندما يصل الى يلد هون بالكومبريشن والحديد يصل الى مرحله اليلد هاي المنطقه شو راح تكون عندي راح تكون عندي خرسانه اشبهها راح تكون بها مرتاحه يعني على والحديد ايش بينه؟ بينه ضغط عالي فهذه يسموها سي هون هون اي واي طبعا هاي السي بهالمكان راح يكون ايش؟ اقل من سي بالانس بهالمكان هذا السي راح يكون ايش؟ اكبر من سي بالانس هالمكان الاعلى ممكن تكتب على الرسم هذه هاي الاكبر اذا كانت من سي بالانس نقدر ارسم على الرسم راح تكون هالشكل راح تكون هالشكل هذا السي وهون اكبر من سي بالانس وهذا هون او في شوف الحديد علينا ايش؟ علينا سترين قليل اي تي راح نسميه هون اي تي بس اي هون اي واي طيب بما انه هاي مسافه قليله من هوني واضحه هاي شلون طلعناها هذه الكيرف هذا الكيرف هذا اللي رسمناه لايما مقطع لمقطع علينا 6 شياش ابو ال 25 وعرضه ايش قد 600 بالاتجاه الاخر 350 صح وهذا الكير مالته واضح يا شباب واضح طيب لو نفس هذا المقطع
نفس هذا المقطع عندي، لو عندي مقطع نفس هذا المقطع وبينه دكتور بس الورقة اللي فوق ايه بينه 6 أبل 32 الحل نفسه هذا راح يكون نفسه نعم راح يكون راح يكون عندي كيرف آخر نفس الحل بس القيم راح تتغير القيم راح تتغير يعني خلينا نقول إيه هذه إيه هذه راح تكون إيش قد أبل 25 اللوف راح تكون 6 أبل 32 طيب لو عندنا وحدة أخرى هنا بيها إيش قد بيها إضافي هذا 8 أبل 32 أجيك راح يصير أكبر لأنه راح يصير أكبر أكبر وهذا M وهذا T استاذ لو المقطع دائري ها المقطع دائري نفس الكلام سبايرول نفس الكلام هم راح يصير عندنا نفسه واضح الكلام واضح طيب البرزنتيشن موجود لو راح أتكلم دكتور كيف ما يكفي دكتور صار الساعة البرزنتيشن موجود موجود لا موجود كم مهم موجود طيب فلهذا راح يصير عندي عدة كيرفات الكود ايش عمل لي حتى ما نفوت بهاي الدوخه مره ثانيه ونعملها قال لك ارسم لك هو هذا الرسم انا يعني اسف انا يعني اعرف انت تعبت معي وعما رسمنا هذا الكيرف بس هذا كان لسبب مالي نريد نرسمه بس أنا أردك تفهم إنه هذا الرسم علينا كله هذا اللي اشتغلناه كيرف واحد من هذه الكيرفات شوفوا مثل هذا حددنا هذا عندما يكون قيمة P صفر واللي هو قيمة M بعدين جينا حددنا M بالانس وبعدين حددنا P نوت الموجود هنا بعدين إذا زيدنا حديد تسليح راح يطلع لنا غيره إذا زيدنا حديد تسليح راح يطلع لنا غيره فالكود حتى يسهل لنا الشغل وأنت تريد تصمم بشكل سريع عمل لك حاضرة interaction diagram هذا interaction diagram يكون جاهز لأي مقطع أنت بينه فإيش سوالك normalization للمومنت هذا x-axis اللي هو مومنت بمكان مومنت حط p في e p في e من صارت مومنت تمام سواها normalized ل fc prime ag في edge أوكي normalization يعني اما هذا بقانو P شوف هذا المحور اسال المحور هذا تشوفونه مقسم على ايش FC prime في AG شوف هذا المحور ايضا مقسم على FC prime في AG يعني كأنه معي قسم المحور XY على AG ما عملنا في الشيء لا تخاف فحتى يسهل العملية قال لك احسب K واحسب لك A K عبارة عن P و M R عبارة عن M سقطه من هون يطلع قيمة الايش reinforcement ratio اللي انت تحتاجه reinforcement من 1% الى اشقد الى 8% دكتور يا ريت دكتور بس افيد المؤشر حتى نفهم يعني على المخطط اوكي يعني قصدي انه بس مؤشر على الدايجرام حتى نفهم اللي ده تقوله اوكي هذا ال RN اللي حكينا عنه ما فهم القيم اللي حضرتك ذكرتها مثلا ها ايه بالضبط يعني هسه هاي طلعت ايش قد 317 ايه ال RN اللي هو ال X axis RN هذا ال P balance ال P balance اذا رجعناه هنا راح يقرا لنا P balance واذا رجعناه هنا راح يقرا لنا ايش M balance اوكي فراح يكون عندي قوس M balance ثالثة في بالانس طبعا لهذا الكيرف بعدين هذا شنو هذا هاي القيمة هذه بي نوت اللي حسبناه هذا اللي ايش اللي 1% اذا زيدنا حد التسليح راح يطلع لنا ثاني واحد اذا زيدنا يعني راح يطلع لنا هذا رو ريشيو 2% هذا ايش قد هاي 2% لأنه التسليح بالعمود من أشقد من 1% إلى 8%
فنحن بالتصميم حتى نجي نخلص من هاي المشكلة وما نعمل أي كير ونتعب مثل هذه، نجي أطلع قيمة Rn. Rn شو نطلعها؟ أطلع لي قيمة P Pn axial load الموجود علينا، أضربه في E، أضرب أقسمه عليه C' prime في AG المقطع مالته، في H أحدد نقطة هنا وأجي أحسب نفس الكلام Pn FC prime AG نقطة على المحور Y، أقاطعه هذا أشوف وين يتقاطع معايا. يتقاطع مثلا إيه هوني، أقول إذا نسبة حديد تسريح 2% إنه أمشي مع هذا، إذا تقاطع هنا أقول نسبة حديد تسريح 3% أو 4% لحد إيش قال 8%. إذا طلعت لي هنا وهنا أقول المقطع إيش بينه يحتاج له إيش؟ تكبير. إذا تطلع لي هنا أقول المقطع إيش بينه يحتاج له إلى إيش؟ تصغير، إنه الحديد تسريح يطلع أقل من 1%. واضح؟ لأنه الرو مينيمم 1%، إذا طلعت لك أقل لازم تستخدم 1%. طبعا هذا الدايجرام صالح لإيش؟ عندما يكون الـ FC برايم 28.6 ميجا باسكال، FY 414، جاما 0.7. زين شنو هاي الجاما؟ هاي الجاما عبارة عن ريشيو المسافة بين هذا الحديد تسليح إلى هذا الحديد تسليح، يعني الكفر إيش قد راح يكون ياخذ من العمق الفعال مال هذا الكفر اللي هو إيه. هذا لو قسمنا ال H على H على المسافة بين العمود بين ال reinforcement راح تطلع لنا قيمة جاما. هسه واحدة من الأمثلة راح نشوف كيف راح نحسب. أستاذ بس سؤال هون، إذا طلع أقل نقول المقطع يحتاج إلى تكبير لو نأخذ ratio of point. إذا طلع إيه هوني، إذا مثلاً طلعت كي point O one وال P طلعت كي point 4 قاطعتي طلعت إيه هوني، وأنتي أقل شيء عندك واحد، عندك خيارين، إما تأخذ تقولين 1% أو تقولين المقطع صغير، ممكن نصغر المقطع، عفوا تقولين المقطع كبير ممكن تصغير المقطع. واضح؟ أفضل شيء يطلع لك ضمن هاي الحدود، يعني بحيث تسقط يطلع لك على وحدة من هاي الكيرنات. إذا طلعت إيه هوني بهالمكان هذا معناته إيش؟ إنه المقطع يحتاج إلى تكبير؟ يحتاج إلى تكبير. واضح؟ واضح. يعني هذا انا اللي سويناه هاليوم كلته، انه بس نحن رسمنا وحده من هاي الكيرفات، وهاي الكيرفات راح نستخدمها من الساعة اسبوع او 10 ايام، فلهذا انا تعبتوكم هاليوم حتى تعرفون انه ما سهل اطلع وحده من الكيرفات، من الصعوبه بالمكان نطلعها. فالكود حتى يسهل لنا عمل لنا انتراكشن دايجرام. شوف هذا انتراكشن دايجرام لهذا الشكل، احتمال يكون الشكل بهذا الشكل، الجاما ماردوش قد يشبه هذاك الجاما، بس هوني أشغل الجاما 0.7 بالشكل الآخر 0.8. هاي الخطوط المتقاطعة والكيرفات شنو هي؟ هون؟ هاي الخطوط المتقاطعة إيه؟ هاي لا تهتمنها، عوفها هاي ما راح تستفاد منها شيء. تمام. أستاذ، والجاما هي الـ H على المسافة بين حديد تسليح؟ السرعة لو بس نأخذ هذا المثال وأريح قلبي. أوكي أوكي. اوكي ناخذ اكزامبل 2، بس شوفوا اكزامبل 2 شوفوا هسه بعد ما هسه واضحه هذه الورقه عندي. نحن رسمنا وحده لهذا من 6 بال 25، اذا غيره راح يكون مختلف تماما. اوقف التسجيل هوني لانه حتى حجمهم لا يصير كبير.